عمر نزل تحت العمارة يلعب. عمر طفل ذكي لطيف، أكيد باباه ومامته بيحبوه زي أي أب وأم ما بيحب ولادهم زي حتة من قلبهم. عمر اتأخر، اتأخر قوي، ابتدى بابا وماما يقلقوا ساعة اتنين تلاتة، وبعدين لقوا نمرة التليفون بتكلمهم تقول لهم ابنكم معانا، يا تدفعوا 3 مليون يا تستعوضوا ربنا في ابنكم. ربنا ما يوري أي حد يا رب الموقف ده، لا في ابنه ولا في قريبه ولا في حبيبه ولا أي حد. الساعات اللي عدت على مامة وبابا عمر ساعات ممكن نسميها الساعات الرهيبة. أي حد بيتفرج على التلفزيون وبيتخيل قصة زي كده بيبقى قادر يتخيل ممكن يكون إيه إحساسه. الحقيقة إنه الساعات الرهيبة دي ما حطلهاش نهاية سعيدة إلا 3 حاجات. 1، طبعا جهود أمنية وجهود وزارة الداخلية، إنما في عامل مهم جدا هي تماسك الأهل. الحاجة الثالثة والأهم هي ذكاء عمر وتعامله مع الموقف بشكل مختلف يمكن عن أطفال كتير. في كذا زاوية في قصة الساعات الرهيبة دي، خلينا نشوف من أول لحظة اتخطف فيها عمر لحد آخر لحظة لما رجع لحضن باباه ومامته إيه اللي حصل. ما تتأخرش يا عمر. ماشي حاضر. عملية التسليم والتسلم بتكون من أصعب المراحل لأي حد يمر بالتجربة دي، وللأسف بقت متكررة عندنا وإن شاء الله تتوقف هذه الظاهرة. من أصعب المراحل هي فكرة التسليم والتسلم. الناس تعمل اللي تعمله وتدبر قرشين وخايفة تروح تديهم الفلوس ما يدهمش الطفل أو المختطف. كيف تعامل الأهل مع هذا الموقف؟ وإزاي يتعامل عمر بثبات وذكاء مع العصابة اللي خطفته من قدام باب بيته؟ أولا معانا عمر بطل حلقة الليلة، ومعانا كمان والده ووالدته. الحمد لله على السلامة. اديني حضن. الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ ايه المغامرات اللي انت عشتوها دي؟ اقعد اتفضل. ألف حمد لله على سلامة عمر. الله يخليك. أنت جامد جدا على فكرة يا عمر. احكي لنا الحدوتة بالتفصيل يا عمر. أنا أولا نزلت عشان ألعب مع صاحبي، فأنا بعدت عنه شوية، فوأنا ماشي في عربية ورايا وراجل، فأنا تاكسي يعني عربية تاكسي، فأنا متوقع إن الراجل ده هيسأل التاكسي يوصل في حتة ولا حاجة، فمش في دماغي يعني اللي أنا ممكن أتخطف ولا حاجة. طبعا ده قدام البيت يعني. فمرة واحدة الباب بتاع التاكسي اتفتح
ورماني الراجل جواه ودخل ومشينا بره المدينة خالص. خرجنا بره في الصحراء. انت عملت ايه في اول لحظة؟ قعدت تصرخ؟ لا، ما هو قالوني قبل ما نخرج من المدينة، قالولي لو صرخت او زعقت هنجري بيك ونقتلك. كنت ملتزم الهدوء. ادركت ان الموقف فيه حاجه غلط. بس وهم بيشدوك قبل ما يقولوا لك الكلام ده، ما صرختش يعني اللحظه الاولى اللي هو قبل ما تدرك الموقف؟ لا، ولا كان بسرعه جدا؟ لا، كانت بسرعه جدا، ما لحقتش اصرخ. اول ما دخلت في العربيه كان في حد في العربيه ورا، فاول ما دخلت حط ايده على بقه. ازاي يعني؟ مره واحده اول ما دخلت راح مسكني، حط ايده على بقي وخلاص، ما عرفتش اتكلم. كنت مرعوب في الاول، مرعوب اللي انا اول مره اتخطف. كنت مفكر في ايه وهما في الطريق وبيقول لك ما تتنفسش؟ بفكر اهرب يعني، كنت افتح باب العربيه واجري. يعني انت كنت مركز تفكيرك ان انت ازاي تزوغ من الناس دول. ساقوا بيك نص ساعه وانت قلت هلتزم الهدوء. رحنا بقى في قرية كده صغيرة، وركنا قدام قهوة كده، بيتنا هناك. هم كانوا مستريحين ومستوطين، أنا كنت بعيد في العربية يعني. كلهم كانوا هم سابوك في العربية؟ كنا طول الوقت في العربية، ما نتحركش منها، كنا قاعدين في العربية. و هي الأحداث كلها كانت في العربية يعني، من ساعة ما اتخطف لغاية أنا ما رحت خدته. أيوة، بس أنا سمعت مكالمة، وإحنا هنعرض مكالمات ما بين الخاطفين والمخطوفين، أو ما بين العصابة وما بين أهل عمر. لا، أنت في مكالمات بتقول لمامتك أنا جنب النيل، صح؟ مش أنت، أنا سمعت المكالمة دي. جنبك النيل إزاي؟ البحر يعني. أنت فعلا كان جنبك بحر؟ هم راحوا بيه لغاية العين السخنة يعني، خدوه راحوا العين السخنة. لان هناك ما يعني اسهل لهم يعني، من بعد المدينة عندنا راحوا على العين السخنة. وكله في العربية. طيب قالوا لك ايه؟ واول مرة قالوا لك كلم مامتك او كلم باباك لما ادوا لك التليفون وانت كلمته؟ لا، انا يعني هم سألوني رقم الموبايل ايه، فما رضيتش اقول لهم في الاول، فقلت له هات الموبايل اتصل انا، عشان ما يعرفش من الرقم. فدوست على الارقام وخلاص اتصلت يعني، اديت له موبايل. وبعدين يعني كنت خايف شويه، اللي انا كنت خايف اللي انا بعيد عنهم شويه يعني، بس كنتش يعني خايف اللي انا مخطوف، ما كنتش مدرك. مين اللي كان خايف اكتر، انت ولا ماما؟ ما كنتش بقى ما اعرفش. لا يعني بيبان برضو. لا، ماما كانت اكتر، كانت بتعيط في التليفون اكتر يعني. بتعيط بس؟ كانت بتصرخ. ايوه كده، كانت بتصرخ في التليفون. قلت لها ايه بقى في اول مكالمه لما هي كلمتك؟ انا قلت لها انا مخطوف، فقالت لي مخطوف. فبعد كده انا ما كلمتش، اديت لهم الموبايل، ما عرفتش اتكلم اصلا، ما قدرتش، كنتش قادر اتكلم. يا حبيبي، ما بتعيط طبعا. ما كنتش بعيط، انا مش قادر اتكلم، صوتي راح في الاول، يا ما قدرتش اتكلم، فاديت لهم الموبايل، هما اللي اتكلموا. بس انا سمعت ان انت عملت حركه ناصحه قوي يا عمر، حركه كده في الافلام الاجنبي، لما الخاطفين والعصابه حطوا السكينه وقربوا السكينه عشان يخوفوا عمر، يقولوا له يعني احنا جامدين يعني. عمر لعبهم عشان ياكل. عملت ايه لما جم يقربوا السكينه منك؟ قلت لهم ان انا تعبان نفسيا وما بستحملش الحاجات اللي يعني المواقف اللي زي دي، فلما السكينه من الشباك وخلص. هو خاف قلبه يقف طبعا، قال له انا ممكن قلبي يقف. انا قلت له انا تعبان نفسيا وممكن قلبي يقف لو يعني حصل حاجات زي دي، فانا ما بقدرش استحمل المواقف. وانت فعلا اللي عندك حاله نفسيه؟ قلت لهم عشان كده، عشان يخفوا عليا، عشان ما يقعدوش بقى يرصوا عليا ويقعدوا يزعقوا ويشتموا ويضربوا. فانا قلت اخفف الموضوع في الاول. قلت لهم انا لو حصل لي حاجه مش هتاخدوا ولا مليم.
قلت لهم لو انتوا ما فضلتوا تعاملوني بالطريقه دي انا ممكن اموت لكم نفسي. وبعدين بس فقالوا لي وساعتها وساعتها ساعتها ابتدوا يتعاملوا معايا كويس. طب الافكار دي جات لك ازاي؟ افلام بقى بتفرج عليها فبجيب الافكار دي من الافلام فبعملها بقى. لا بكلمك بجد والله. لا انا فكرت في الموضوع ده يعني فكرت ان انا اعمل الحاجه دي عشان يبطلوا يعني يبطلوا الزعيق فيا ويشتموا كده يعني. جات لي الفكره دي بالصدفه يعني. قلت اعملها خلاص على الاقل يهدوا عليا شويه ما يضربونيش ولا يعملوا لي حاجه. كان كل ما الوقت بيعدي وانت قاعد في العربيه يا عمر بتحس انه الامل بيزيد انه اهلك بابا وماما يوصلوا لك ولا الامل بيضعف ان هم يوصلوا لك؟ لا الامل بيزيد. بيزيد اللي هم يقدروا يوصلوا لي. عشان هم كانوا بيطمنوك في التليفون صح؟ كنت متخيل مين اللي هينقذك بابا ولا ماما؟ الشرطه طبعا. بس يعني مين اللي هيعرف يتصرف اكتر؟ بابا يقدر يتصرف اكتر. تصرفت ازاي يا بابا؟ الحقيقه كان موقف يعني اصعب موقف انا قابلته في حياتي. 18 ساعه عدوا عليا يعني ولا 180 سنه يعني. صح. وعمري ما تخيلت ان انا في موقف زي ده ممكن امر بيه او يعني الواحد بيتفرج على الافلام بس يعني صح. ممكن اشوف فيلم اكشن فانا اتخيل الموقف ده أو انما انا اعيشه وامر بكل مراحله وانا اللي متخذ القرار فيه وانا اللي بتصرف فدي مسؤوليه غير طبيعيه والغلطه فيها معناها ان انا حياه ابنك ابني هيروح في لحظه. فالحقيقة أنا في البداية طبعا علياء كلمتني في التليفون وأنا كنت راجع من الشغل بالليل على طريق السويس فلقيتها يعني بتقول لي ده عمر اتخطف للوهلة الأولى أنا لا بتقول لك عادي ولا بتصرخ؟ لا هي طبعا بتصرخ بس يعني أنا مش مستوعب بصرخ في التليفون وبعيط طبعا وبقول له عمر اتخطف يا محمد تعالى حالا عمر اتخطف طبعا بصريخ وبعياط هو كل مرة يقول لي إيه اروح معيدها له تاني يقول لي ايه ثلاث مرات بالطريقه دي ففي الاخر بدا يستوعب قلت له طب تعالى بسرعه بس رحت قافله الخط طبعا ما كانش في وقت ان انا اتكلم كتير يعني. طبعا انا حتى بعد ما قفلت السكه ومشيت في الطريق انا طلعت جريت طبعا بالعربيه ما اعرفش يعني كنت بجري ازاي لكن كان يعني في حاجه كنت بتمناها تحصل هو ان هي تكون بتضحك عليا وتعمل فيها حركه يعني ده اللي انا كنت متخيله لغايه اللحظه لغايه ما وصلت لغايه البيت وطلعت بسرعه جري وبفتح الباب هو ان انا بفتح الباب هخش جوه هلاقي عمر مش قادر اتخيل ان انا ابني اتخطف وهفتح الباب اخش ما الاقيهوش وعمال اتمنى من ربنا وانا ماشي ان هي كانت بتضحك عليا وعامله فيا مقلب يعني فما وصلت طبعا البيت فعلا ما لقيتش حد لقيت كريم ابني الصغير بقول له فين مامي قال لي ده مامي نزل كريم اللي هو هنا صح؟ كريم ازيك يا كريم؟ طب ما تيجي تقعد معانا يا كريم؟ مش حضرتك عندك عمر وكريم صح؟ تعال نسقف لك كمان يا كريم. قاعد بعيد ليه؟ خليك قاعد جنب عمر وجنبنا. فلقيت كريم قلت له فين مامي؟ لا لا ده في حب هنا جامد ما بين كريم وعمر لا 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 ربنا يخليكوا لبعض ربنا يخليكوا لبعض يا حبايبي ويخلي بابا وماما لكم. انت بتحبه قوي كده يا كريم ولا هو ولا كان بيضايقك وانتوا بتلعبوا ساعات بنضرب بعض لا والله بتضربوا بعض ساعات بتضربوا بعض طيب يعني مقتين علم طب ولما بتضربوا بعض يا كريم انبسطت انت لما قالوا لك عمر في ناس خطفوه لا ليه؟ عشان انا بحب عمر خفت عليه قد ايه يا كريم؟ عيطت شويه بس رحت انام افتكرت العمر جنبي ومامي قاعدين تخيل ان عمر جنبه يعني ومامي قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون ونمت عادي بعدين؟
خلاص. لا لما صحيت من النوم ايه اللي حصل؟ ايه عمر لسه ما جاش بس برضه استحملت. وكنت بتعيط ليه بقى؟ طبعا لما بتتخانقوا بتقطعوا بعض، بس في لحظات برضو طبعا قويه يعني. اه اكيد كريم ده مجننك صح، صغير ومدلع، بس الخطف ده حاجه تانية. ربنا يخليكم لبعض يا هو رب. هو كريم كمان كان متماسك يعني، ما عيطش قدامي. لا انتوا الاسره المتماسكه. استنوا بس استنوا، ده التركيه. يا رب ابدا ما يوريها لحد. يا رب. انت هتعيط دلوقتي يا كريم؟ هتعيط دلوقتي؟ لا هو طيب خلاص، ده الموضوع خلص. طيب ايوه الولد مخطوف ومفروض انت تتصرف ومسؤول عن كل تصرف هتعمله. بالظبط. فللحظه الاولى نزلت جري طبعا ادور عليها، فلقيت عربيه الامن عندنا في مدينتي، لقيتها جايه معاهم. قالت لي عمر اتخطف، وناس اتصلوا بيا قالوا لي ده عايزين فديه 3 مليون جنيه. طبعا انا بقيت واقف يعني مذهول، ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي حاجه زي كده تحصل في مدينتي؟ ازاي موقف زي ده يحصل عندنا؟ عندنا سكيورتي، ولادنا بينزلوا يلعبوا تحت. طبعا يعني كان في اسئله كتير قدام الواحد، لكن مش لاقي اجابات يعني. ما كل الاجابات دي مش هلاقيها دلوقتي. فين ابني؟ راح فين؟ مين خده؟ ما اعرفش حاجه. فالحقيقه جريت على المكان اللي كان فيه ادور، طب اسال الناس. الناس كلها ابتدت طبعا في مدينتي يبداوا يعرفوا الجيران، يعرفوا الموضوع، ابتدوا يجروا يساعدونا، نسال بعض، حد من صحابه اللي كانوا قريبين شافوا. الغريب انه ما حدش شافه يعني. للحظه الاولى مش لاقيين حد يقول احنا شفنا مثلا عمر ركب تاكس او ركب عربيه شكلها ايه، او مش عارفين. فيعني مسألة كانت مبهمة حتى، غريبة جدا ازاي اتاخد بالمنظر ده، محدش شافه، لان هو كان بيعدي شارع كان رئيسي بس شارع فاضي خالص. فبالتالي يعني مفيش حد موجود تقريبا، انه عندنا مدينة طبعا هادية جدا، كل واحد قاعد في بيته، مفيش حد في الشوارع يعني. جريت على طول طبعا. التصرف الاولاني ان انا بلغت الشرطة على طول يعني بدون تردد، لانه انا مش هقدر اجيب ابني. لو هنبقى واقعيين ان انا لو عايز ابني يرجع مش هينفع، مش هينفع اتصرف لوحدي. هم الناس اللي عندهم الخبره، وهم الناس اللي عندهم الامكانيات بالظبط. فعلى طول اتصلت بالشرطه الحقيقه وبلغت، والناس الحقيقه ما تاخروش، على طول اتحركوا. الامن في مدينتي برضو جالي على طول يعني. قبل ما يوصلوا كان في مكالمه جت بقى من خاطفين عمر. لا احكي لي عن اول مكالمه بقى دي. اول مكالمه يا دوبك يعني انا برد عليهم، فلقيت هم دايما كانوا بيخلوا عمر يتكلم الاول، بحيث نبقى نوع من انواع الضغط النفسي، ان انا طبعا ما اسمع صوت ابني وكده، يعني هيبقى في تاثير عليا. وبعد كده ما يكلموني يفوضوني بقى، هبقى ضعيف طبعا قدامهم. انا الحقيقه كنت متماسك في الموقف جدا. اول مكالمه خدت، اول ما رديت لقيت عمر عامل ايه، عمر كويس انت بهدوء، مش محسسه باي حاجه، لان انا لو حسسته ببانيك هو ممكن يحصل له عمليه ذعر، فبالتالي هيخاف اكتر يعني. انا قلت لي حضرتك بتشتري، انا عندي شركه ماركت ريسيرش، ابحاث تسويق. يعني يعني حضرتك شغلك ماركتنج اكتر. ريسيرش يعني انا ابحاث. ف يعني انت فهمت انه لو بان في صوتك الرعب ده، مش بس هيرعب ابنك، هيصعب المهمه كلها. بالظبط. بالذات ان انا لما كلمته لقيته هو بيتكلم طبيعي. فاذا كان ابني بيتكلم طبيعي، مش معقول انا هبقى يعني مرعوب وهحسسه وهوصل له الاحساس ده في التليفون، فدي تبقى غلطه كبيره جدا يعني. انا لما لقيته بيتكلم طبيعي ده ريحني نفسيا شويه، ان انا حسيت ان هو متماسك في الموقف. فابتديت
اكلمه انت عامل ايه كويس، في حاجه حصلت لك؟ قال لي لا انا كويس مفيش اي حاجه وانا تمام. طيب ضربوك عملوا حاجه؟ قال لي لا. قلت له طب اكلوك شربوك؟ قال لي لا ماما ما اكلونيش شربين. قلت له بص يا عمر ده موقف صعب وانت دلوقتي في موقف صعب جدا ولازم تتصرف بعقل وبحكمه ولازم تتحمل لانك انت راجل، والراجل في المواقف اللي زي دي بتبان الرجولة بتاعته ان هو يقدر يتحمل ويتصرف صح. فانت دلوقتي لوحدك محدش معاك فينا، وبالتالي انت هتتحمل انك انت اللي هتاكل ولا هتشرب لغاية احنا ما هنقدر ايه نرجعك. انت بتأهله للأسوأ. انا بالظبط كده. يعني انا بفهمه هو رايح فين، علشان ما يبقاش برضو بالنسبة له في مجهول وما يبقاش عارف يتصرف فيه. يعني المكالمة دي او يعني الدقيقتين اللي انا كلمتهم فيه بقى حسيت بعديها ان هو قال لي لا طبعا يا دادي انا راجل وهتحمل الموقف وانا هعرف اتصرف كويس. انت فعلا قلت كده يا عمر؟ قلت كده. انا قلت له ان انا اقدم مسؤولية واقدر استحمل اللي انا فيه، يعني ممكن نستحمل. تري في سنة كام؟ داخل ستة. ما شاء الله ما شاء الله. فبعد كده خدوا طبعا هم منه تليفون وابتدوا بقى يتكلموا معايا، واحنا عايزين 3 مليون جنيه. قلت له انت 3 مليون جنيه اللي بتتكلم فيهم دول؟ انا معيش مبلغ زي ده وما اقدرش ان انا ادبر مبلغ زي ده. طبعا مستوى ثقافي ما فيش، مستوى تعليمي منحدر، بيتكلم طبعا باسلوب وحش جدا. قلت له يعني انا مش عارف انت ازاي بتتكلم في 3 مليون جنيه، انا لا اقدر اجيب لا مليون ولا 2 ولا 3 ولا معايا المبلغ. هو قالك بقى في مدينتي دي مشكله، لانه ان انا عشان عايش في مكان زي مدينتي يبقى انا خلاص مليونير، فدي دي كارثه يعني. طب هم مش فاهمين انه او انه الطبقه دي هي بتعمل تحويشة العمر كلها عشان بالزبط. تسكن في مكان عشان تربي ولادها كويس بالزبط. زي ما انتوا عملتوا كده بالزبط. زي يبقى ياخد تعليم كويس بالزبط. يعني هم استثمارهم بيبقى اكتر عشان ولادهم. فطبعا هو مش مستوعب ده، وعمال يقول لي ده لو ده انت لو عندك شقه في عزبه الصفيح كان يبقى معاك 100,000 ولا 150,000. هو عايزك تبيع الشقه طبعا عشان هو متخيل ان شقتي مثلا طالما ثمنها غالي ده معناه انه انا عندي ملايين في البيت لدرجه لا مش فاهم، ممكن يبقى عليها اقساط ان انت لسه ما دفعتش ثمنها اساسا. بالظبط كده، مش مستوعب ده خالص. ومتخيل ان انا عندي ملايين في البيت، ده بيديني ميعاد بيقول لي قبل الساعه 2 تكون جبت لي 3 مليون جنيه. يعني اللي هو مثلا لو الواحد عنده اي مبلغ في البنك حتى ما يعرفش يلحق يجيبه مثلا يعني. فمتخيل ان انا شايل 3 مليون جنيه في البيت فهطلع اجيبهم واروح اجيب ابني واجي يعني. طبعا انا يعني ما قدرتش امسك نفسي، ان يعني دخلت فيه شمال، اتخانقت معاه في التليفون. قلت له انت مجنون، هو يعني انت اللي يتكلم كلام عاقل يعني؟ انت حتى لا طالب مبلغ حتى ما قدرت ان انا اجيبه لك، ولا انت حتى بتتكلم كلام ناس عاقله يعني. انت اكيد شكلك كده خطفت حد غلط، شكلك بدل ما تخطف حد رحت خطفت ابني، فارجوك رجعه وروح شوف انت كنت هتخطف مين، لان انا معيش المبلغ ده. فطبعا انا برضو يعني انا معيش المبلغ ده، لكن انا بعمل له نوع في البدايه نوع من الهزل، بتحطه يعني اساس للتفاوض. بالظبط، انا عايز اوصله في النهايه انك انت خدت قرار خطا اللي انت عملته ده، وانك انت يعني ابتديت مشوارك في الموضوع ده بشكل مش صح. طب لحظه واحده، عايز حاجه يا كريم؟ عايز ايه؟ عايز تروح الحمام؟ براحتك، ما تستأذنش حد، كده كده ادخل ورا هتلاقي حد مستنيك هيروح الحمام وترجع تاني براحتك خالص. يلا معلش استاذ كريم. ايوه ايوه، حد والنبي من جوه بس ما تتاخرش علينا يا كريم، من فضلكم فلور مانجرز حد يستقبله من ورا. ايوه في حد مستنيه، خلاص حد مستنيه. لا لا ما تقلقوش على كريم، انتوا ولادكم بيعرفوا يتصرفوا. أنا آسفة على قطع كلامك. لا لا مش
فانا بحط او بمهد في المكالمه ان الاكسبكتيشن بتاعته اللي هو حاططها او توقعه في المبلغ اللي هو بيتكلم فيه ده مش خارج مقدرتي بالمره، وبالتالي المبلغ اللي هقدر ان انا اعرضه عليه ده هيبقى في الحاله دي امكانياتي، فهو لازم يحاول يتفاوض لان هو بيتكلم في مبلغ مش معقول يعني. طبعا هو قفل معايا السكه وقال يعني ما فيش غير كده وهم 3 مليون والكلام ده كله. بعديها كلمني واحد تاني صعيدي اللهجه قال لي انا عايز احنا هو 3 مليون وما فيش حاجه هتبقى اقل من كده والكلام ده كله. برضو رحت بتخانق معاه وقلت له انتوا اكيد يا جماعه انتوا شكلكم شاربين حاجه او في حاجه مش مظبوطه. طيب انتوا قول لي في اللحظه التفاوضيه الصعبه دي مدام علياء كانت بتتخانق معاك ومتوتره وكده ولا لا كانت برضو هاديه ومتماسكه عشان تعرفوا تعبروا الازمه دي؟ لا هي كانت متماسكه لاني خلاص انا جيت فانا بتصرف، فهي عندها امان انه انا موجود. هو يعني مش موترك زياده؟ لا لا. ايه العقل ده يا مدام علياء؟ لا خلاص اطمنت ان هو معايا. يمكن في الاول لما خدت اول مكالمه وقالوا لي ان عمر ان ابنك معانا وعايزين 3 مليون دي كانت اصعب مكالمه دي الحقيقه، ما صدقتهاش اصلا، ما صدقتش اللي انا بسمعه. دي فيها صرخت، كنت انا واقفه في الشارع وصرخت والامن السكيورتي جم حواليا وطلبت منهم يقفلوا البوابات والكلام ده. دي لحظه فعلا حسيت فيها ان انا تايهه ضياع كده. مش اهلا يا كريم، مكانك لسه مستنيك. بس ففي لحظه محمد لما جه حسيت ان انا اطمنت شويه خلاص في هو هيتولى بقى الامر معايا يعني. طيب انا هستاذن حضراتكم بعد الفاصل هنسمعكم المكالمات الحقيقيه اللي ما بين والد ووالده عمر وبين الخاطفين. طبعا هي بالتاكيد مهما قعدت اقول الموقف صعب للغايه، وصحيح ان هم كانوا 18 ساعه بس زي ما حضرتك قلت هم ب 18 سنه او 180 سنه. بعد الفاصل هنسمع المكالمات الحقيقيه اللي اتسجلت اللي هم سجلوها ونشوف الخاطفين بيتكلموا ازاي واهل عمر بيتكلموا ازاي. والله العظيم ما فيش غيره. 18 ساعة عدوا عليا ولا 180 سنة يعني. دي كانت أصعب مكالمة، دي الحقيقة ما صدقتهاش أصلا، ما صدقتش إن أنا بسمعه. وما نيل المطالب بالطيابة؟ دي مش دنيا يا شوقي بيه، دي غابة.